بتقول. في كلام مسؤول اليوم كما قلنا دونك نحكيه على مشروع تنقيح عطلة الأمومة دونك مشروع جديد معناتها أمام البرلمان مع نائب صاحب المبادرة يوسف ترشول. لكن قبل ذلك نرحبوا بزميلنا أسامة الحكيري. مرحبا أسامة. أهلا وسهلا أسامة. صباح النور. تحية ليك, تحية المستمعين الكسفين متابعي شرع التونسي. جستم وفي كلام مسؤول باش نحكيه على مشروع قانون تنقيح عطلة الأمومة والأكثر تفاصيل معنا نائب صاحب مبادرة سي يوسف ترشون باش يعطينا أكثر تفاصيل على المقترحات اليوم اللي قد تقدموا بها لتنقيح القانون هذا. صباح النور سيدنا, أهلا وسهلا. صباح النور, مرحبا بك خويا أسامة ومرحبا بكل مستمعيك. مرحبا بك سيدنا. مقترح مشروع قانون لتنقيح القانون المنظم لعطلة الأمومة. نعرف اللي فما قانون ينظم عطلة الأمومة, لكن أنتم تروا أنه فما تنقيحات لازمها تصير على القانون هذا. أبرز خلينا نقول النقاط اللي تقترحوها. شكرا. هو في الواقع نحب نقول اولا انه هذا مش مشروع معنا صحيح انا بادرت بالمساله, ولكن مع مجموعه كبيره من النواب والنائبات وكذلك بالتعاون مع المجتمع المدني وخاصه جمعيه صحفيون من اجل حقوق الانسان. احنا عملنا ندوه وكانوا حاضرين معنا عقودات وقت اللي حبينا نصيغوا المبادره ونصيغوا الفصول القانونيه. هذه نقطه اولى. فيما يتعلق بمضمونها, احنا نعرف الوضع اللي تعيشه المرأة التونسية خاصة في فترة الحمل نتاعها وما بعد معناها الولادة, ورينا انه تبيئة التشريعات التونسية مع الثورة اللي سايرة في العالم, لانه كي نقارنوا تشريعاتنا في النقطة هذه في مسألة عطلة الأمومة والأبوة الوالدية كي نقارنوها بالدول الأخرى نلقاو انه فما فجوة كبيرة برشا, وفما معناها ربما نحب نقول الكلمة انه احنا مازلنا معنا القوانين نتاعنا متخلفة جدا, واقول جيدا واعي ما اقول متخلفة عن ما هو موجود في دول اخرى. وراني مانيش نتحدث فقط على الدول اللي ربما اللي عندها امكانيات كبيرة كما البلدان الاسكندنافية اللي هي نموذجية في المثل هذه وكندا واليابان الى اخره, لا راني نتحدث حتى على تشريعات موجودة في بعض الدول العربية وكذلك معنا بعض الدول الافريقية. كيف نشوفوا احنا في نقارنوا تشريعاتنا مثلا بجزر القمور نلقاو فرق كبير. خلينا نحكيوا في المضمون شويه. الامر يتعلق باكل العاملات هذمك وخاصه في القطاع الخاص, لان الامر يتعلق مش فقط بالقطاع العام. تنقيح عطلة الأمومة مش فقط القطاع العام فقط, وانما في كذلك القطاع الخاص خاصه, لانه واقول كذلك انا اتخير كلماتي قاعدين يتعرضوا لاجتهاد كبير برشا وثم اساءه بمعنى التصرف معهم في علاقة بحقهم في رعاية أبنائهم. وراه نحب نزيد نأكد على نقطة أخرى أنه هذا القانون راه ماهوش معمول للأمهات وللآباء, بالعكس هو معمول أساسا لكن المسكوت عنها كلمة ما يعرف ما ينجمش يدافع على نفسه. هو مولود جديد هذاك اللي مازال كيتولد واللي يحتاج إلى رعاية نفسية وجسدية اللي التشريعات نتاعنا ما تكفلوش بشكل معناه ملائم بما تقتضيه معناها علم نفس الطفل وما تقتضيه ربما التطورات اللي نشوفوها اليوم. نحب نقول حاجة بسيطة, معناها يكفي أن نقول أنه في تونس التشريع الحالي ما فمناش عطلة ما قبل الولادة كومبليتمون صفر. معناها الأم وقتاش تبدأ العطلة نتاعها؟ تبدأ العطلة نتاعها بعد الولادة, لمجرد الولادة تبدأ. دونك معناتها تبقى تخدم معناتها هي في الأخيرة نتاع الحمل قبل الولادة ما عندهاش الحق في عطلة حتى يوم واحد صفر. ما فما حتى نص قانوني يقول فما عطلة ما قبل الولادة. مقترحنا احنا انها تولي ثلاثة اسابيع بمجرد انها تعطي شهادة طبية تقول اللي هي ستلد معناها في ظرف معناها ثلاثة اسابيع اخرى, وهذا ممكن تلعب بالتطور الطبي لاخره, تصبح معناها بمجرد اعلام مشغلها في القطاع العام او القطاع الخاص تصبح معناها عندها الحق في عطلة تكون بثلاثة اسابيع. وكذلك العطلة المتعلقة بما بعد الولادة, هي ما بعد الولادة هذه تطرح شوية إشكال, لأنه في تونس احنا عنا عطلة ما بعد الولادة اللي هي بالنسبة للقطاع العمومي الأم تاخذ شهرين مباشرة بعد الولادة بعد تاريخ الولادة تاخذ شهرين خالص الأجر, وفي القطاع الخاص تاخذ 4 أسابيع فقط. وهنا احنا نتسألوا معنا إذا كان الأم تخلي ولدها عمره 4 معناها أسابيع شهر عمره شهر وتمشي تخدم, فلك أن تتخيل أولا تتخيل المردود نتاعها, هي تخدم وتخمم في ولدها اللي مازال معناها محتاج لرعاية تامة,
واربع اسابيع ظهر لي معنا 18 شهر دونك هذا ما يكفيش باش الطفل ياخذ ذاك معنا يرضع بشكل طبيعي ويحس بالامان النفسي واللي يخليه معناها ينمو نمو طبيعي ونمو سليم. وهذا يهمنا برشا لانه الطفل ذاك هو مواطن المستقبل. بالنسبه للقطاع الخاص، دونك عطله ما بعد الولادة هي أربع أسابيع فقط. إحنا مقترحنا في علاقة بالاثنين القطاع الخاص والقطاع العام هو أن تكون 14 أسبوعا بعد الولادة، 14 أسبوع بعد الولادة وثلاثة أسابيع. دونك العطلة كلها تولي العطلة الأمومة ما قبل الولادة وما بعد الولادة باش تولي. هذا المقترح معناها نتوا قاعدين نتحدث على المقترح اللي إحنا تقدمنا به باش تولي معناها 17 شهر في مجملها معناها. فلعند الحق 17 شهر خليص الاجر معناتها. بالنسبه للقطاع العام تاخذ الاجر كامل، ولكن بالنسبه للقطاع الخاص تاخذ ثلثي الاجر. هذا المقترح اللي احنا قدمنا به. اوكي وهذا راه الامر ما يتعلقش كذلك فقط بالام، الاب كذلك. احنا نعرف في تشريعاتنا الاب قداش ياخذ عطله في القطاع العمومي بالنسبه وقت اللي ينزل صغير. في القطاع العمومي ياخذ 2 جور نهارين، وفي القطاع الخاص ياخذ يوم واحد. نحن نقترح انها تكون 10 ايام في كل القطاعات، من حقه ياخذ عطله ب 10 ايام باش يواكب معناها ولاد الابن نتاعو، ونعرفوا الدور نتاع الابو في تربيه الابناء الى اخره. هذا احنا بالنسبه لنا المقترح الذي نتقدم به ونعي جيدا بان هنالك ربما اطراف لابد ان نجلس معها. وانا نحب نبشر معنا مستمعينا ومواطنينا وخاصة انك العاملات السكنات هذوك اللي انا وانا تلاقيت معاهم وشهادات والله معنا احيانا معنا تؤلم مؤلمه، شهادات مؤلمه وقت اللي تقول لك اني انا بمجرد انه يبدا الحمل يولي ثم تكمبين باش يقع طردها قبل ما توصل لك الفتره اللي ما عادش تنجم تكون مرضي فيها كبيره في البشره الاخرى نتاع الحمل والا في عطله الولاده. احنا نحبوا نحطوا حد لهذا التعسف، ومن بين حتى الفصول الموجوده في النص هذا المقترح انه يمنع منعا باتا انه يصير معناها انها تتعدى على مجلس التاديب او تقع فك الفتره نتاع الحمل الا اذا كان فما ارتفاع داعي كبير برشا، وذاك يتاجل الى ما بعد الولاده. هذا كله حفاظا على الجانب النفسي، وإما تولد في ظروف معناها عاديه وتولد في ظروف طبيعيه وما تتعرضش للهرسله وما تتعرضش ربما لي معناها الضغط النفسي اللي يخليها في وضعيه في حسب القانون القديم لازم تكون اليوم تخدم في المعمل يهزوها من وسط المعمل باش تمشي تولد راه معناها. وهذا وضع معناه مهين لامهاتنا وبناتنا وزوجاتنا، واحنا بالنسبه لنا ننتصروا لحقهم في انهم معناها يجيبوا لنا كصغير هذاك في ظروف طيبه وهما بيدهم زاد في راحه نفسيه وفي وراه الحمل ماهوش مرض. احنا باش هي زادة من الحاجات الخايبة برشا في ثقافتنا نراو الحمل ماهوش مرض، الحمل بالعكس وضع طبيعي وهو الوضع اللي احنا نحب نطلبوه، لانه هما اللي باش يعطيونا كنشأة جديد وباش ينميو المجتمع وباش يخليو الاستمرارية نتاع البلاد هذه. احنا نقولوا اللي المنظمات المجتمع المدني ولي كذلك من بعد في السماعات، وانا هذه البشرى اللي نحب نقولها، وكونوا احنا بمجرد اني انا اودعت القانون هذايا نهار السنين اللي فات مباشره اول مكتب مجلس انا كلمت الزملاء في المكتب ومشكرهم بالمناسبه انهم عداوا مباشره للجنه، لجنه الحوكمه ومكافحه الفساد والوظيفه ومساله رقمنه الاداره الى اخره. هذه اللجنه هي اللي باش تنظر في هذا القانون، وبدينا تو باش ننظموا السماعات. في القانون هذا يطرح مشكله في علاقه بالاجور الى اخره، وبالتالي لابد ان نسمع طرف المشاغل لوتيكا والشركات الخاصه الى اخره. يلزمنا كذلك نسمع صناديق الضمان الاجتماعي وتشكيل وزاره الشؤون الاجتماعيه ورايها في الموضوع هذا كيفاش تصير التغطيه الصحيه والتغطيه الاجتماعيه. فما زاد تدخل وزاره المراه بالطبع لانه هذه تهمها بشكل مباشر وزاره المراه. وكذلك احنا فما ناس مهتمه بالموضوع كالجمعيات المجتمع المدني اللي معناها مناصره لهذه الفكره، ونحبوا نسمعوهم ان شاء الله في السماعات هذه تصير في وقت وجيز نسرعوا بها باش باذن الله امهاتنا هذوما ناخذوا لهم حقوقهم وناخذوا حقك الطفل الصغير اللي ما عندوش شكون يدافع عليه، ونحبوه ينمو نمو سليم والدوله يلزمها تضحي، وكذلك حتى القطاع الخاص الى اخره لابد نحترم هذا الحق في
انه الام معناها تربي ولدها. وكذلك فما تعديلات، ما نجمش نقول لك الفصول الكل اخويا امين، ربما اخويا اسامه لان الوقت ربما ماهوش مازال لنا دقيقه هو ديجا، ولكن فما برشا فصول تتعلق اساسا ب معناها تنظيم العمليه نتاع معناها تشكي الاجراءات هذيك المتعلقه بالعطل، كيفاش تاخذ العطله، كيفاش تنتظر بالشهاده، وقتاش تاخذها والى اخره. دونك هذا الكل كيف الاب كما قلت احنا الاب لابد ان نفكروا في انه معناها يكون مساند لزوجته ومهتم بابنه، فنجم المكنون على الاقل ب 10 ايام، وهذا راه كي نقارنوه بالتشريعات الدوليه معناها ماهوش حاجه كبيره معناها، ولكن نحن مراعاه ربما لخصوصيه البلاد وقدره الدوله على التغطيه الاجتماعيه الى اخره، ماناش نطالبوا نقولوا عامين ونقولوا كذا كما بعض البلدان اللي فيها حاجات خياليه، نشوفوا في اليابان ونشوفوا في لا احنا باش نطالبوا بحاجه تتماشى مؤقتا على الاقل مع الوضع اللي احنا فيه باش نكسلوا كرامه الانسان. واحنا الثوره هذه والمسار اللي احنا ننتصروا له اللي هو مسار 25 جويليه راهن على كرامه الانسان وعلى المساواه كما نص عليه بالدستور 22 بين المرأة والرجل في الحقوق وكذلك في تكافؤ الفرص وفي ضمان معناها الحقوق الشغلية. واضح. شكرا لك سي يوسف ترشون النائب البرلمان وصاحب المبادرة هذيا، يعطيك الصحة. مع مجموعة النواب كما قال هو النواب اللي حقيقة تبنوا الفكرة، أغلب النواب في البرلمان متبنين الفكرة ويدفعوا نحو التنقيحات هذه المقترحة باش تبدأ على قريب إن شاء الله. كان نلخصوا معناتها المقترحات 3 أسابيع قبل الولادة و14 أسبوع بعد الولادة، كلها خلص الأجر بالنسبة للأم، وبالنسبة للأب ياخذ 10 أيام مباشرة من تاريخ الولادة ما عادش يوم أو يومين. شكرا لك، بارك الله فيك أسامة الحكيري، شكرا لكل المستمعين. نخليكم مع برنامج زوم ميكس مع أسلام المدب، ونقول لكم إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد.